اتكلم الان عن الانتيهستامينز. الانتيهستامينز هي ادويه بتسكر لك الهستامين 1 ريسبتور. طبعا هاي الادويه نستخدمها في حساسيه الجلد. طبعا ليش تحصل حساسيه الجلد؟ احيانا المريض يكون اكل اكله معينه، او المريض اخذ دواء معين، او في شيء قرصه فسبب له حكه وهرش بالجلد. طبعا هاي الادويه نستخدمها ايضا بحساسيه الانف وحساسيه العين. طبعا هاي الادويه هي في فيرست جينيريشن وفي سكند جينيريشن. الفيرست جينيريشن زي الكلورفينيرامين اللي اسمه الارفين، او الدايفينهايدرامين، او البروميثازين. مشكله هاي الادويه انها لايبوفيليك دراج. بما انها لايبوفيليك دراج بتعدي البلاد برين بارير، فبالتالي بتسبب نعاس. الشغلة الثانية بتعمل cognitive dysfunction، بتقلل الوظائف المعرفية. طبعا هاي المشكلة وين تعانيها؟ تعانيها لو المريض اللي قدامك هو كبير في السن وعنده زهايمر. بالأساس هو المريض هذا ما بيعرف أولاده ومتوه، فهو عنده زهايمر، وانت تروح تعطيه لأنه عنده حساسية جلد ألرفين، فانت حتزود مشكلة التوهان اللي موجودة عند هذا المريض. طيب غير هيك هاي الأدوية بتسكر لك المسكرينك ريسبتور. طب المسكرينك ريسبتور ما هي هاي موجودة بالجي اي تي، والمسكرينك ريسبتور هاي مسؤولة عن حركة الأمعاء. طب انت لما تسكر المسكرينك ريسبتور بالتالي حركة الأمعاء راح تخف، بالتالي هذول المرضى يحصل عندهم امساك. راح تسكر لك المسكرينك ريسبتور اللي موجودة بالسفنكتر تبعت اليورينري بلادر، بالتالي لما تسكرها السفنكتر تبعت اليورينري بلادر راح تسكر على الآخر، بالتالي هذا المريض راح يحصل عنده يورين ريتينشن، واحيانا تضطر تحط له قسطرة بول. وتخيل لو هو اساسا عنده بيناين بروست كايبر بليزيا، فاليورين ريتينشن حيزيد وحيزيد. هاي الادويه بتعمل اكسربيشن للجلوكوما، بتعمل خلي المريض يحصل عنده غباش بالرؤيه. هاي الادويه بتسكر لك الالفا ريسبتور. طب الالفا ريسبتور موجوده بالاوعيه الدمويه. طب لما تتسكر هاي الالفا ريسبتور البلاد فيسل شو حيحصل فيه؟ حيتوسع دايلاتيشن، بالتالي كميه الدم اللي ترجع للقلب قليله، بالتالي كميه الدم اللي يضخها القلب حتكون قليله، بالتالي هذول المرضى بس يوقف يدوخ نسميها بوستشرال ديزنس وممكن يقع. بتسكر السيروتونين ريسبتور، بالتالي بتزود الشهيه للطعام، بالتالي يحصل عندهم ويت جين. اهم شغله بدي احكي لك اياها، ممنوع تعطي الفيرست جينيريشن انتي هيستامين للناس الكبار في السن اللي عندهم كوجنيتيف امبيرمنت، لانه راح يزود التوهان اللي موجود عندهم، واحيانا يدخلوا بديليريوم. طبعا العاد شو نعطيهم لما يحصل عندهم حساسيه انف، حساسيه جلد او غيره؟ تعطي سكند جينيريشن انتي هيستامينك زي اللوراتيدين، زي السيتريزين، زي الفيكسوفينادين، زي الديسلوراتيدين، زي الازيلاستين. هاي الادويه لسلايبوفيليك، بالتالي بتعديش البلاد برين بارير، بالتالي ما بتسبب نعاس اذا اخذت بجرعات مناسبه. وهاي الادويه ما بتسكر لك السيم ديجري من انها تسكر لك المسكرينك والالفا والسيروتونين ريسبتور زي الفيرست جينيريشن.